وهذا قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا لابد أن تفهم وتعتقد أن الأعمال ترفع إلى الله، أقوالك وأعمالك ترفع إلى الله جل وعلا. فأحسن العمل يا إنسان ترفعه ملائكة الله، وهذا العمل يرفع لحكم كبيرة كثيرة. أولا حتى تنفعك وتشفع بك عند الله. قال إيه ما تفعل؟ قل له الآن وفي الآخرة. الآن عملك الصالح يشفع بك عند الله، خير العمل الصالح عاجل. ما هو مثل ربح التجارة في الآجل، بعد كم من نهار حتى تربح التجارة، ولو بحتمل ما تربح نسأل الله العافية، لكن إن شاء الله تربح. أما يا إنسان هالعمل، هذا العمل الصالح نافع، فأعمالك ترفع إلى الله وتجتمع أنوارها حول عرش الله وتشفع بك عند الله، كما في الحديث: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتقديم والتكبير يجتمعن يتعاطفن حول العرش. الحديث تقدم معنا مرارا. هذه من ترفع إلى الله حتى توضع لك الأجور، توضع لك الأجور المقابلة للعمل، وتثبت في ديوان عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. من هم المقربون؟ قال الملأ الأعلى، يعني الملأ الأعلى الذين من جملتهم الرؤساء الأربعة سيدنا جبريل والبقية الأربعة، ومنهم حملة العرش، ومن حول العرش الأرواح العالية، أرواح العالية من بني آدم هناك تجتمع يا إنسان، أرواح الأنبياء والرسل، وإمام سيد أهل الملأ الأعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأعمال هناك في كتاب عليين، هذا الديوان الأكبر، وهناك الملائكة الملأ الأعلى يبحثون في وضع المقابلات والمكافآت لهالعمل الصالح وهالكلمة الطيبة اللي قلتها، بالدعاء يوضعوا لها المقابلة والمكافأة، رفعت وسجلت في كتاب عليين. متى سجلت؟ لا تمحى أبدا آبدين. هذا كتاب عليين، عليين خلاص ما بعتري محو ولا إثبات، انتهى الأمر. اللهم ثبتنا في عليين. ومتى ثبت الله لك عملا واحدا في كتاب عليين صرت مضمون يا إنسان، خلاص صرت مضمون، مثل ما إذا ضمن لك بيت في الجنة أو شجرة في الجنة. متى بنى لك بيت أو شجرة غرس لك في الجنة؟ ما يمكن الله أقلع يا إنسان، ما مدي شجر الدنيا اليوم غرس بكرة أقلع، لا 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 لا. فلما الله بغرس لك غرسة في الجنة معناها صرت الجنة خلاص، خلاص لا محالة، بيت في الجنة ما بخربه يا إنسان. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فهمان إيش تدعي إيش تطلب يا إنسان؟ لأنه متى ثبت للبيت ثبت إنه صاحب البيت بيدخل لا محالة يعني. متى ثبت السكن معنا الساكن لا محالة مضمون. وهذا البناء ما هذا في جنة الله، في جوار الحق في دار البقاء، وما بني في دار البقاء فله شأن البقاء يا إنسان. ولذلك لا تسهيم الأمور، ما إذا سمعت إنه من قال كذا له أصل في الجنة، قال إيه ما هاي أصل، قال إيه جنة ما تفهم، لك يا ليت تكون مجنون، لك يا ليت تكون جحش، والله جحش أحسن منك. لأنه ليش؟ الجحش عيب إنه يقول هالكلام، جحش ما أقوله، جحش بالنسبة لوضعيته. أما أنت تفتنكر هالأمور وتستهزئ فيها وتسهيل فيها، لا والله الجحش ما بسوي يا إنسان، بس الله العافية. إذن يا إنسان افهم المقابلات اللي الله بيقابلك بأعمالك يثبتها لك في الجنة، هذا إكرام كبير من الله.